لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وذكر الآيات التي سبق شرحها. قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. دعوني يعني لا تسألوني، دعوني من السؤال، اتركوا سؤالي، لا تسألوني ما تركتكم دون أمر، فإن الله ليس بغافل، وإن رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ كل ما أمر به عن ربه، فإذا سكت عن أمر فهو عفو، فإذا تركنا دون أمر ونهي في مسألة فهي عفو من المباح. ولن ينسى ربنا عز وجل أن يأمرنا بواجب، ولا أن ينهانا عن محرم، ولن ينسى رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا في أمر البلاغ، إنما قد ينسى في أمور الدنيا أو في أمور العبادات كما ينسى البشر ليسن ويشرع ما يصنع الناس عند النسيان. أما أن يظل الأمر غامضا في الشريعة فلن يكون، فلا بد أن يكون في الشريعة بيان لكل ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم. ولذا كان هذا الأمر جوابا لمن سأل عما لا ينبغي سؤاله، مثل الذي سأل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولوجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم. فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحج، وقد أمر الله بالحج، وهذا تحقق بحج سنة واحدة، بمن حج مرة واحدة، فهذا يكون قد امتثل. فلو ظلوا يسألون أسئلة ليست إلا من باب التنطع فيشدد الله عز وجل عليهم، كما شدد على من كان قبلهم فتركوا ما أمروا به، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان أيضا بعضهم يسأل: من أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة، أبوك حذافة. وقالت له أمه: لو كانت أمك قد اقترفت شيئا في الجاهلية أكنت تفضحها على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الناس؟ فلماذا تسأل عن هذا الأمر الذي لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم تغييره؟ فلماذا تسأل؟ وسأله رجل آخر: أين أبي اللي مات قبل ذلك؟ قال: في النار. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم،
يعني إن تبدى لكم تسؤكم، ولكن في زمن نزول القرآن إن سألتم عنها بدت لكم أبديت لكم وتبدأ ويبدأ لكم ما يسؤكم فيها، مثل أين أبي. يلزم هذا الرجل أن يعتقد أن أباه في النار والعياذ بالله. وهذا يدل على أننا لا ينبغي أن نسأل عن أشياء لم تقع لم تكن بعد. فكان الصحابة يكرهون الأرائيات، أرأيت لو كان كذا ماذا يكون، والسلف رضوان الله عليهم فيقول له فيقولون للسائل أوقعت حصل الكلام ده، يقول لا، قال دعونا حتى تقع. يرون أن هذا يمكن أن يكون من التشديد الذي يجلب على الأمة يعني ابتلاء من الله عز وجل. فطالما أن الأمور بعيدة الوقوع دعونا حتى تقع. وإن كان كثير من فقهاء المتأخرين افترضوا مسائل للتدريب على التفقه، ولكن بعضها صعب الأمور أو أكثرها، فإنهم افترضوا مسائل عجيبة ولا تكاد تقع، فغورت مناهل علم الفقه ووسعت الكتب وأحجامها، فصار طالب العلم يعجز أن يقرأ كل هذا مع فهم. ولو قرأ السنة بعد قراءته لكتاب الله عز وجل ومعرفته بتفسيره وعلم تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغناه ذلك عن الكثير. وأما المسائل قريبة الوقوع التي يوشك أن تكون من الأمور الحادثة فالتدريب على ذلك ليس بممنوع، الافتراض في ذلك ليس بممنوع. أما الافتراضات النادرة مثل الافتراضات النادرة نحو مثلا من أكل جبنا صنع من لبن ميتة، يبقى يحرم الذي أكل الجبن على الآكل تحرم عليه بأولادها من الرضاع، هذا من الرضاع. يعني تخيلوا أحد يسرح في إنه إيه، واحدة ماتت وخدوا اللبن وعملوه إيه جبنة وواحد كلوا، هل ده هيبقى محرم ولا لا؟ طب يقول يا طب إحنا هنقيسها على إيه ونشوف. هذا الأمر يعني صار من الأمور التي تغور مناهل العلم وتصعبه على الناس. ولذا تميز المتأخرون من أتباع المذاهب بنحو ذلك بهذه التخريجات الصعبة. ليس ذلك من العلم في الحقيقة، وإنما ذلك من تفريع الأمور مما لا ينبغي. فهذا الذي يكره في هذا الباب بعد زمان الوحي، أما في زمن الوحي فكان المأمور السكوت، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر ويبين وينهى. وبينا فقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون فيما لا نفع فيه وفيما لا فائدة فيه وفيما لم يحرم، فربما حرم من أجل مسألتهم. ثم إنهم بعد أن يكثروا السؤال عن الأنبياء يكثرون الخلاف عليهم، وبنو إسرائيل مثال على ذلك. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع ربك يبين لنا ما هي، فشددوا فشدد عليهم. كان يجزيهم أي بقرة، أي بقرة يذبحونها أجزات،
فكلما سألوا ذكرت أوصاف فشددت وصف البقرة فصارت شيئا نادرا جدا، ما وجدوها كما ذكروا إلا بملء جلدها ذهبا، فاشتروها فذبحوها وما كادوا يفعلون، وذلك يصعب الامتثال ويؤدي إلى الاختلاف على الأنبياء، اختلفون فيما أمر به الأنبياء وفيما قالوا، وفي النهاية يخالفون الأنبياء، فكان هذا سبب هلاكهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم مثل نهي ربنا عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاجتنبوه، هذا الأمر لازم الذي هو للوجوب، فيدل على أن النهي للتحريم، النهي عن الشيء الذي أمرنا باجتنابه يفيد التحريم، لا بد من الترك، إلا أن تدل قرينة على أن هذا النهي للتنزيه، فلا يصح أن نقول هذا نهي تنزيه ومن باب الأدب إلا أن يدل على ذلك دليل، إلا أن يكون هناك قرينة، وليس مجرد أن هذا المنهي عنه من باب الآداب كالأكل بالشمال، فإن هذا من باب الأدب، ولكنه أدب، الأكل باليمين أدب واجب، والأكل بالشمال مع القدرة على الأكل باليمين كبر مذموم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشماله: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. شلت يده الشمال، لم يستطع أن يرفعها إلى فمه، لأجل أنه تكبر عن أن يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الشمال التي شلت، اللي هو كان بيأكل بيها بالشمال، قال له مش قادر أكل باليمين، فالرسول دعا عليه: لا استطعت. لما هو قال لا أستطيع، فقال له: لا استطعت. فإيده اللي هو بيأكل بيها، اللي هو لسه مستمر، ما قدرش يرفعها تاني، فهذا يدلنا على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل دليل على أن هذا ليس للتحريم، فالأصل حمله على التحريم. كانت هناك قرينة، إن كانت هناك قرينة فنقول بمقتضى القرينة، مثل ماذا؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وهذا ثابت، وأمر من شرب قائما أن يستقي، ثم إنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يستقي، فدل ذلك على أن هذا النهي ليس للتحريم، وأن هذا الأمر بالاستقاء ليس للوجوب. فذلك أنه أيضا كان يراهم يشربون وهم قيام ويأكلون وهم يمشون، فلا ينهاهم، أي نهي تحريم، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليس للتحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يلبس نعلين سبتيتين، بمعنى الشعر نعل جلد، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر أصحابه فقال: إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فأجلساه فسأله الحديث. ده دليل على أنهم بين القبور كانوا يلبسون النعال. إذن اخلع سبتيتيك ليست للوجوب، يعني هذا الأمر يجوز ما ذكرنا. هذا هو أرجح طرق الجمع بين الأدلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. البعض يفتكر أن هذه الصيغة مقتضية لأن النهي للتحريم والأمر للاستحباب، لأنه قال فأتوا منه ما استطعتم، وأخطأ من قال ذلك. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد قال ما استطعتم وليس فأتوا منه ما شئتم. لو كان للتخيير وإن هو للاستحباب كان يقول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما شئتم ما تريدون، وإنما قال فأتوا منه ما استطعتم، فما دخل في دائرة الاستطاعة صار واجبا. إذن لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إن استطعتم؟ لماذا خص هذا بالأمر؟ ليس لفرق بين الأمر والنهي في دية الحكم في كون هذا للوجوب وهذا للاستحباب، بل لا فرق بينهما. وإنما ذلك في قولي لماذا قال ما استطعتم ولم يقل ذلك في النهي، لأن النهي لا يحتاج إلى فعل، لأن النهي كف ترك، وهو لا يحتاج إلى جهد وإلى قدرة. حاجة دي أقدر أعملها ولا ما أقدرش أعملها؟ لما يكون أعملها، مش أتركها أنا قاعد كده وخلاص. يبقى أنا لو أنا ما عنديش حاجة تدفعني للعمل تجبرني على العمل، يبقى الأصل إن أنا قادر على على الترك، لأنه ده مش محتاج بذل جهد، مش محتاج تحريك قوة، تحريك أعضاء. الفعل هو اللي محتاج. تترك يبقى أنت هتسيب، يبقى انت مش هتعمل، يبقى انت الاصل ان انت مش محتاج، الا لو حاجة ارغمتك، حاجة اكراه معتبر يخلي الواحد غصب عنه يعمل اللي مش عايز يعمله. فعشان كده الاصل في الترك انه مقدور عليه. الاكراه ده حالة طرقة ولا حالة مستمرة مع البشر؟ حالة طرقة. طيب هي الأكثر ولا الأقل؟ الأقل بكتير. بخلاف واحد مريض، ده بيوجد في البشر كتير. واحد مش قادر يقف، واحد مش قادر يقعد، ولذلك الاستطاع. واحد مش قادر يسافر يحج، واحد مش قادر يجيب فلوس علشان يسافر لأجل الحج والعمرة، هذا الإنسان ليس عليه، لأنه لا يستطيع، لأن هذا الأمر كثير. احنا نقول الناس بتحج قد إيه؟ كل سنة 1 في 1000 من الناس. ده دليل على أن الاستطاعة ليست متيسرة لأكثر الناس. فناسب ذلك أن يقول في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، شفقة على أمتي عليه الصلاة والسلام، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فاستثنى أن لو عجزوا، فهم سيوفون بالميثاق من الله، الموثق من الله، إلا لو أحيط بهم فأخذ منهم أخوهم رغما عنهم، فما استطاعوا أن
يردوه إلى أبيه. ولذا كان يعقوب رفيقا بأبنائه حين قال وإذا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وهذا أيضا من شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على أمته حيث قال فأتوا منه إيه ما استطعتم، لأنه مدرك صلى الله عليه وسلم وعالم بأن كثيرا من أمته لن يقدر على كثير من الأوامر، فيكون الأمر معلقا بالقدرة بالاستطاعة. وأما النهي فالأصل أنك لن تبذل جهدا في تركه. يعني لما نهى الله عن شرب الخمر قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شرب الخمر ده وانت قاعد كده احتاج تشرب ايه انت؟ احتاج تشرب مية. لكن ما تقولش انا مش قادر، لان انت مش قادر ابطل شرب الخمر، لان ده محتاج مجهود منك انت اللي بتروح تشتغل عشان تجيب فلوس عشان تشتري الخمرة والمخدرات وعشان تعمل القعدة وعشان تبدأ ترفعها الى فمك او انفك او غير ذلك. يبقى ما تقولش انا مش قادر. واحد جاي يقول لا استطيع ترك الزنا، ده انت اللي بتفعل، ما ينفعش. لانك امتى ممكن يبقى حد لا يستطيع ترك الزنا؟ لما المرأة تكون مكرهة واغتصبت، يبقى هي مش قادرة تترك انها تفعل ذلك بها ايه رغما عنها، فيبقى هي هنا غير مكلفة اصلا. لكن اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يحتاج إلى استطاعة في الأصل، ولذلك لم تذكر في هذا الموضع والله أعلم. قال الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النواجذ هي الأنياب وقيل الأضرس. نستكمل شرح هذا الحديث المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.